ملف السيارات وبالعودة إلى مخرجات اجتماع مجلس الوزراء بالأمس، رئيس الجمهورية أمر خلال ترأسه الاجتماع بنشر دفتر الشروط الخاص بالمصنعين ووكلاء بيع السيارات يوم الخميس المقبل. الحديث أكثر عن الموضوع ينضم معنا الآن الدكتور عبد الرحمن عيا، خبير في الشأن الاقتصادي. أهلا بك دكتور، صباح الخير. لك أخي الكريم ولمشاهدي قناة الشروق. أهلا بك دكتور عبد الرحمن عيا. قرار رئيس تبون بإصدار دفتر الشروط الخاص بالمصنعين ووكلاء بيع السيارات دكتور يأتي بعد قضاء ربما المهلة أو انقضاء، خلينا نقول المهلة التي كانت قد منحها وزير أو لوزير وزارة الصناعة للتدقيق ربما في هذا الأمر. ربما هذه الآلية القانونية التي ستحدد ربما خلينا نقول قواعد تنظيم الناشطين في الجزائر، ما رأيكم سيدي، تعليقكم على هذه؟ والله صراحة يعني الجميع ينتظر هذا الإفراج. طبعا نحن نشهد قريب حوالي 4 سنوات من يعني عدم وجود السيارات في الجزائر، وهو شيء يعني أحيانا يكون ضروري ليس فقط للأسر ولكن حتى للمؤسسات. طبعا التعليمات الأخيرة للسيد الرئيس بأن يعاد فتح يعني الأنشطة بالنسبة لبعض التركيبات التي كانت موجودة في السابق، وإعادة يعني تفعيل المادة التي تسمح باستيراد السيارات لأقل من 3 سنوات. هذه كله يعني صراحة أعاد للسوق توازنها، ويعني تحرر الجميع من تلك الأسعار دعنا نقول الاستعراضية الغير منطقية، والتي يعني ضربت كاهل المواطن خاصة من أولئك الذين بالنسبة إليهم يعني السيارة شيء ضروري لي يعني إجراء دعنا نقول احتياجاتهم اليومية. نحن نأمل طبعا وننتظر كما ينتظر كل جزائريون أن يكون يعني دفتر الشروط يمنح لناس أكفاء. يعني طبعا هذا أعتقد بأنه سيتم تداركه حتى لا نقع في نفس الأخطاء السابقة، خاصة وأن الرئيس كان يشدد في كل مرة بأننا لابد أن نتجاوز مسألة نفخ العجلات والانتقال. سبق لي السيد رئيس الجمهورية دكتور عبد الرحمن عيا أنه وجه تعليمات يعني صارمة بخصوص مضمون دفتر الشروط هذا، شدد على ضرورة الفصل يعني بين نشاط الوكلاء المستوردين والشركات المصنعة والتوجه نحو صناعة ميكانيكية بمعايير يعني التكنولوجيا العصرية. ما الذي يجب اتخاذه ربما اليوم لتحقيق ذلك دكتور؟ أخي أمير، هو من الناحية التقنية هذا الشيء موجود، يعني ننظر للمسألة بوجهة نظر تقنية بحتة، ولنقول بأنه مسألة تركيب السيارات لابد أن تصل إلى المستوى الإدماج الحقيقي لعدد المكونات المنتجة في الجزائر والتي ستركب لاحقا، ولكن هذا يأتي بالتدريج. نحن للأسف يعني في السابق لم نتبع التدريج، كينا يعني الأسكادي ثم السيكادي ثم بعد ذلك نسبة الإدماج تتطور، بالرغم من أن الشركات الأجنبية وعدت بما فيها تلك التي لديها سمعة عالمية، ولكن على أرض الواقع لم نجد تلك يعني الوعود تحققت فعلا. وحتى تتحقق الوعود لابد أن هؤلاء يعني الوكلاء إن شاء الله تكون لديهم عقود حقيقية مع يعني مصنعو السيارات. لابد أن يدرك مصنعو السيارات الأجانب أنهم سيأتون إلى الجزائر ليس لسوق واعدة، ولكن لسوق تصبح منتجة ومصدرة للدول الإفريقية. هذا يحتاج إلى نظرة دعنا نقول مانجيريال، يحتاج إلى أنه يعني يكون للوكلاء مستشارين في الصناعة، يحتاج إلى إعداد ما يعرف بالبلوم بيزنس يعني، وتحدد فيه الأهداف سنوياً.
يحتاج أيضا إلى دعنا نقول مؤهلات مالية ويعني مادية على غرار يعني مساحات ويعني لكاليتي تعلي شوروم وإلى غير ذلك. بالمقابل نحن نأمل أيضا أن الإدارة ترفع يدها عن ذلك التأطير البيروقراطي للصناعة، ولاحظنا في العديد من المرات أن السيد الرئيس يصر على أنه لابد أن نتجه إلى الرقمنة، ولكن يعني للأسف الشديد لازم لحد هذه اللحظة يعني نعاني من تكبير البيروقراطي للمسألة إطلاق المنتج الوطني سواء صناعة السيارات أو صناعة التحويلية أو إلى غير ذلك. حتى يدير البيروقراطية هو يشكي من البيروقراطية، يقول لك إحنا جبنا الورق وعلى بالي باللي الورق، وهذا أحيانا لا يقبل من الناحية الاقتصادية. نحن نحتاج إلى تطوير الإنتاج، نحتاج إلى توظيف عمال، نحتاج إلى توقيف أو تقليل من عملية الاستيرادية، المحافظة على احتياطات الصرف، وهذا لن يتأتى إلا إذا كانت هناك نظرة اقتصادية براغماتية إنتاجية للمشروع الاقتصادي، طبعا مع التعطيل الإداري واحترام القانون، هذا شيء لا يختلف عليه. طيب. نعم. دكتور عبد الرحمن عيّة، بالحديث عن دفتر الشروط الخاص بالمصنعين والوكلاء بيع المركبات، في رأيك هل سيسهم في إنهاء كل خليني يعني الممارسات السابقة التي أنهكت المواطنين والخزينة العمومية أيضا؟ والله يا أخي أمير، مبدئيا الناس يعني نوعا ما متفائلة، ولكن باش تتضح الصورة أكثر أنه هناك دفترين للشروط، كان واحد صدر 2020 المرسوم التنفيذي صدر 2020 في أوت، وآخر صدر في 2021 في فبراير. وبدل يعني للأمانة، بدل أن يكون المرسوم الأخير يصدر في فبراير 2021 يعني دعنا نقول يكون مسهل للعملية، زاد من تعقيدها، وبالتالي فما نأمله أن المرسوم التنفيذي الذي سيتم إعداده سيكون يعني عملي، لا نبقى يعني نضمن أو يعني نؤطر العملية إداريا وقانونيا بدون أن تكون هناك يعني عملية استثمارية أو استثماراتية حقيقية. لذلك نحن ننتظر مرسوم التنفيذي، عندما يصدر مرسوم التنفيذي يعني الذي يمكن له قراءته تقنيا على غرار نحن الاقتصاديين الذين نتابع الملفات المرتبطة بالاقتصاد الجزائري، يعني تتضح لنا أمور لا تتضح إلى الغير، وبالتالي فنأمل أن المرسوم التنفيذي يكون عملي، يعني وش معناته يجلب الإنتاج الحقيقي للاقتصاد الوطني، يوظف العمال، وبالتالي فهذه الأمور هي أمور أساسية. نعم، وزير الصناعة قال أن أسعار السيارات ستكون معقولة يعني بالأسواق الوطنية بداية من السنة القادمة، وستعود إلى مستواها الحقيقي على حد قوله. في رأيك هل يقصد أنه مع دخول أول سيارة مستوردة وخروج أول سيارة مصنعة محليا يعني الأسعار ستعرف انهيار يعني كبير في الأسواق الوطنية؟ والله قلت بأنه كل هذا متوقف على ما سيتضمنه المرسوم التنفيذي. طبعا هناك تفاؤل، هناك توجيهات هذه المرة صارمة من قبل السيد الرئيس، ولكن أن يكون المرسوم التنفيذي فقط هكذا يعني يدرج ضمن الجريدة الرسمية وفي آخر المطاف يصعب تطبيقه مثل ما حدث مع الوزيران السابقان، هذا شيء في اعتقادي لا يتوافق مع رغبة رئيس الجمهورية، وبالتالي فما نأمله أن المرسوم التنفيذي سيعني يسير وفق رغبة ودعنا نقول إرادة القيادة في الجزائر على رأسهم السيد الرئيس، وبالتالي فهذه الأمور قلت أنها تتوقف على ما سيتضمنه. عندما يصدر إن شاء الله المرسوم التنفيذي وتمنح للوكلاء يعني لزاغريمون دولانيين، سنشهد يعني على الأرض هل هناك يعني واقعية تستجيب لهذا الأمر أم أن الأمر سيكون معقد. لعلمك أخي، لا بنتكلم بصراحة، في السابق في خلال فترة 2015 و2020 ما الذين منحت لهم مشاريع تركيب السيارات، هؤلاء يعني حصلوا على تفضيل مباشر من الحكومة، لم تكن هناك منافسة حقيقية. لابد أن نتكلم الأمور بوضوح، ما نقعدوش حاليا نتكلم بشيء أخلي أنه الرئيس يريد شيء يعني عملي،
ما من الذين منحت لهم يعني تركيب سيارات منحت لهم الأفضلية، ويعني استفادوا من دعنا نقول علاقاتهم السابقة مع يعني النظام السابق. وبالتالي فاليوم الأمر هو عملي تقني يكون فيه المتقدم الذي سيحصل على يعني لاغريموس ووكيل أو يعني مستورد، لأنه ضفت المرسوم يتضمن عدد من الأنشطة المرتبطة باستيراد وتركيب السيارات. هؤلاء نأمل أن يكون يعني ممن يعني يكونون قادرين على تلبية احتياجات الوطني لمواجهة المنافسة الأجنبية، ويعني الأمر الآخر أنهم تكون لديهم قدرة التفاوض مع المصنع الأجنبي. أنا أدعوهم صراحة يعني إحنا على مستوى مديرية البحث العلمي أو على مستوى يعني أفراد لدينا يعني قدرات، طبعا نحن ليس علماء ولكن لدينا قدرات في مجال التفاوض، يمكن أن نساعدهم على إعداد يعني بليتون بيزنس، ممكن نساعدهم على التفاوض، يمكن أن نساعدهم على أمور أخرى. أما أن يترك الأمر هكذا في الغموض ويستفيد المركب من أموال والاقتصاد الوطني يخسر مكاسب، هذا في اعتقادي أنه لن يحل المشكلة. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرحمن عيا، خبير في الشأن الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف. شكرا جزيلا لك دكتور.